Assalamu alaikum. How are you, my dear student? Please open your activity book, page number 27, unit 7. Okay, صفحة 27, الوحدة السابعة. Exercise 1, look, read, and complete. Look and don't read. اقرأ, complete, أكمل. Look at the words in this box, okay? Cooking lunch. Repeat after me, please, my dear student. Cooking lunch. Helping mom, playing a computer game, reading a book. One more time. Cooking lunch, helping mom, playing a computer game, reading a book. Okay, my dear student, be careful. Cooking, يطبخ. الفعل الأساسي sorry. هو cook. Cook هذا verb يعني فعل. Okay. طيب. Cook هي طبخ مثلا, يعني انه يطبخ, بس مش يطبخ الآن. طيب إذا كنت أنا بتفرج على صورة وواحد بطبخ الآن, يعني على حدث بيصير الآن, هو يطبخ. وشو بتحكي أنت؟ بتجيب إذا كان الفاعل مفرد يعني مام, بتحكي مام is cooking. بتجيب للفعل cook بتحط له ing. أوكي؟ هون أنت حولت الفعل لإشي بيصير الآن, يعني cook يطبخ. لكن إذا بطبخ الآن نحكي cooking وبنزيد قبلها is أو are. إذا كان الفاعل مفرد بتحط is, بس إذا كان جمع بدك تحط are. نيجي للفعل الثاني help. Help يعني يساعد, صح؟ Help هو verb, فعل يعني. إذا هو الآن يساعد نحكي he is helping. Helping. جبت فعل help بزيد له ing, فعل بزيد له ing مشان يصير مستمر. شاني مستمر يعني الآن, بصير الآن. يعني زي أنا هلأ قاعدة بكتب, صح؟ بحكي I am writing, هو الفعل write بس أنا بقول له ing. طيب نيجي للفعل الثاني عندك play. هي هون playing a computer game. play 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 هو الفعل verb, بنزيد له ing إذا بنحكي إنه إحنا الآن بنلعب. فإذا أنا بلعب بحكي I am playing, right? playing sorry. read هون الفعل reading هو الفعل الأساسي إلها read. okay, هذا this is the verb, الفعل. بتزيد له ing مثلا إذا كان مجمع بتحكي they are reading. they are reading. هلا أنا حطيتكم مرة أشياء إز, مرة أشياء على الجمع, ومرة أشياء على المفرد علشان على المفرد وعلى الجمع وعلى باستخدام I. كيف بده يكون؟ لأن هالقاعدة شو بتحكي يا طلاب الصف الثالث؟ القاعدة بتحكي إذا كان الفاعل مفرد بتحط is, إذا كان جمع are, وإذا كان لحاله يعني I بتحط لها am. أوكي؟ زائد هذا كله زائد verb plus ing. تمام؟ هذه قاعدة المضارع المستمر is أو are أو am زائد verb ing. is إذا كان الفاعل مفرد, are إذا جمع, am مع I. هاي هون في عندك مثلا she مفرد, صح؟ هيها she is cooking, I am playing, they are reading. هاي هي القاعدة. فرز هنا oh look at this picture, what can you see? This is a boy and he is playing a computer game, right? So what are you doing? بيجي حدا بيسأله what are you doing. He is going to say, I am playing a computer game. Or a computer game.
طيب what ماذا are you؟ استخدمنا are لأن you تستخدم معاملة الجمع. What are you doing؟ طيب if I'm going to ask you, you أنت what are you doing؟ ماذا أنت تفعل؟ الإجابة رح تحكي I. You are going to answer about yourself. بتجاوب عن نفسك. I. إذا I. أوكي قاعدة الـ present continuous شو بتحكي؟ إذا كان الضمير I بتحط معه am، وهاي الـ I'm هي اختصار الـ I am، يعني هذه اختصار لـ I am. أوكي فبتصير I am اللي هي نفسها I'm playing a computer game. Look at this exercise. This is Mazen and he is reading a book. هو يقرأ في كتاب. فإجا لعنده إجا حدا بيسأل إمه What's Mazen doing? What's Mazen doing? ماذا يفعل مازن؟ إمه بتتحكي هو يقرأ. الضمير اللي بيعود على مازن للشخص المفرد هو هي، صح؟ هي ضمير يعود إلى الboy لما يكون مفرد، للولد مفرد هي. طيب هي بتاخذ is ولا are؟ تاخذ is. هيز هي نفسها هي is، اوكي بس هذا هو الاختصار هي is. هي is هي نفس هي is. اوكي طيب هو شو بيعمل؟ بقرا. طب هو الان بقرا، احنا بنحكي الان شو بيعمل. اذا بتحط للفعل ing reading. اوكي reading a book. Now look at this woman or mom. Mom in the kitchen, right? So what's mom doing? What's mom doing? ماذا تفعل ماما؟ يعني مثلا ممكن أخ بيسأل أخوه What's mom doing? ماذا تفعل ماما؟ طيب ماما بدل ما تحكي ماما استخدم الضمير اللي بيعود عليها she. This pronoun it refers to mom, right? Type. She is يعني she is. Okay. هي نفس يعني she is. Okay. لكن هذا باختصار she is. طيب هي شو بتعمل الآن؟ تطبخ. طيب she بتاخد is صح؟ هي she is. بتجيب الفعل تحط له ing cooking. She is cooking lunch. الغداء. طيب what's dad doing? What's dad doing? ماذا يفعل والده؟ dad هو ولد مش بنت، والضمير اللي بيعود عليه he is helping mom. هو يساعد ماما. الفعل help بتزيد له ing helping mom. يعني نرجع من أول وجديد، قاعدة الـ present continuous تحكي is و are و am. is مع المفرد، مع المفرد are عفوا المفرد، أنا هون نسيت الألف عفوا، هون مع الجمع وهون مع I. مع I قاعدة بزيت كنت يمس بتحكي إذ مع المفرد are مع الجمع am مع I زائد الفعل ing. كيف الفعل ing؟ هي وضحت لكم cook فعل عادي، لما بتزيد ing بتصير cooking. help لما تزيد ing بتصير helping. play بتصير playing. read بتصير reading. اوكي وهنا في عندك الأمثلة كيف احنا استخدمنا القاعدة. برجع بعيد وبأكد عليه، قاعدة present continuous إذا أنت بتحكي عن شيء بتقوم فيه الآن أو أحد بيقوم في إشي معين، يعني زي ماما بتطبخ الآن mom is cooking now. Dad بتفرج على التلفزيون. Dad is watching TV now. Okay. Thank you for your listening, my dear students.